توجه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير اليوم إلى العاصمة الصينية بكين مترأسا وفد السودان للمشاركة في احتفالات جمهورية الصين الشعبية بالذكرى السنوية 70 لانتصار المقاومة الصينية على اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية. وتستمر الاحتفالات يومي 2 و3 سبتمبر، ويضم الوفد عددا من الوزراء والمسؤولين بالدولة. ومن المنتظر أن يعقد الوفد السوداني مباحثات ولقاءات مع الجانب الصيني بهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب التوقيع على عدد من الاتفاقيات الاستثمارية والتجارية.